صباح الخير يا بري سكول، معاكم ميس فاطمة وهنتعلم مع بعض حروف اللغة العربية. تعالوا زي ما متعودين نشوف مع بعض الفيديو. نتعلم حروف اللغة العربية عشان نعرف نقرأ ونكتب، كمان علشان نكبر. طيب تعالوا نفتكر مع بعض، احنا قلنا حروف اللغة العربية 28 حرف، تعالوا نشوفهم مع بعض تاني. اول حرف خدناه نفتكر بسرعة، مين فاكر معايا اسمه؟ حرف الالف. اكتبه ازاي؟ عصاية طويلة واقفة على السطر، فوق راسها همزة. الهمزة ازاي؟ نصف دائرة صغيرة وشرطة نايمة وملزقش الهمزة في العصاية. اسمه ألف، صوته أه أه أه. مين الكلمات اللي بتبدأ بحرف الألف؟ أه أه أسد، أه أه أرنب، أه أه أناناس. تاني حرف خدناه من حروف اللغة العربية اسمه حرف الباء، تاني نفتكر بنكتبه ازاي؟ سنة صغيرة فوق السطر، فرد ايديها على السطر، سنة صغيرة تاني فوق السطر، وعنده نقطة واحدة بس تحتيه. اسمه باء، صوته ب ب. كلمات اللي بتبدأ ب ب ب: بطة، ب ب بقرة، ب ب بطيخ، ب ب برتقال. قلنا ان حرف الباء عنده أخته، يعني شبهه بس في اختلاف بسيط. طب اكتبها ازاي؟ سنة صغيرة فوق السطر، فرد ايديها على السطر، اطلع تاني سنة صغيرة فوق السطر بس عندها نقطتين فوق اسمها تاء، صوتها ت ت ت. خدنا الكلمات اللي بتبدأ بحرف التاء: ت ت تاج، ت ت تمساح، ت ت تفاح، ت ت تمر. طيب النهارده بقى هناخد معانا حرف الرابع من حروف اللغة العربية. بصوا، هو الأخ الثالث للباء والتاء، أخوهم يعني إيه؟ يعني شبههم بس برضو في اختلاف بسيط. طيب بنكتبه إزاي؟ بصوا معايا، طبعا إحنا عندنا السطر بتاعنا لأن حروف اللغة العربية لازم يبقى فيه السطر، دي الأرض بتاعت الحروف، ما ينفعش أكتب الحروف من غيرها. هقف على السطر فوقيه بشوية، أعمل سنة صغيرة فوق السطر، أفرد إيديها على السطر، أطلع تاني سنة صغيرة فوق السطر. أهو أخوهم شبههم بس هو أكبر شوية، عنده ثلاث نقط. بصوا أدي نقطة، اتنين، ثلاثة. ده اسمه حرف إيه؟ اسمه حرف الثاء. ثاء، يبقى باء تاء ثاء. الثاء ده رابع حرف من حروف اللغة العربية. طيب اسمه ثاء، صوته ث ث ث ث. يبقى خدنا ألف باء تاء ثاء. تعالوا نشوف مع بعض حرف الثاء على الشاشة.
شفنا يا ولاد مع بعض حرف الثاء شكله ايه؟ سنة صغيرة فوق السطر، بيفرد ايديه على السطر وبيطلع تاني سنة صغيرة فوق السطر، وعنده ثلاث نقط. حرف الثاء اتأكد وانا منطقه ان انا بطلع حتة صغيرة من لساني، اسمه ثاء. ثاء ثاء صوته ث ث ث. اتفقنا ان كل حرف بيجي ومعاه الكلمات اللي بتبدأ بصوته. ثاء ثاء، تعالوا نشوف مع بعض. ثاء ثعلب ثاء ثعلب. الثعلب ده حيوان مفترس، ما ينفعش ألعب معاه خالص، ما ينفعش أربيه في البيت، بيغطي جسمه فرو فرو، وعنده بص الذيل بتاع الثعلب تخين قوي، ده ذيل الثعلب. الثعلب ده حيوان مفترس، بياكل الحيوانات الأضعف منه، ممكن ياكل يهجم على الأرنب، يهجم على دايما هو بيهجم على الأرنب، على الفأر، الدجاجة. الثعلب ده كمان في حاجة، الثعلب ده مكار. يعني ايه مكار؟ يعني بيعمل نفسه طيب لكنه مش طيب. طب يعني بيعمل ايه؟ احكي لكم عمل ايه مرة. مرة كان في ارنوب حلو خارج يلعب، قال لمامته استأذنها وقال لها يا ماما انا عايز العب بره. قالت له لا، علشان الثعلب المكار ده ممكن يهجم عليك وياكلك. قال لها لا يا ماما انا هلعب بالراحة وهلعب جنب البيت. قالت له طيب. خرج جنب البيت وبعدين مشي بعيد شويه، مين شافه؟ الثعلب. راح له الثعلب وقال له تعالى تعالى انا عايز العب معاك. قال له لا لا لا، ماما قالت لي انك مكار وهتاكلني. قال له لا، ده انا صاحبك، انا بحبك وهلعب معاك، تعالى بص كده، تعالى نلعب مع بعض بالكوره. لما الارنب لقى وبيلعب معاه بالكوره قال الله الثعلب ده طيب اهو، نلعب مع بعض. الثعلب دي قال له تيجي نبعد شويه عن البيت ونلعب مع بعض. قال له يلا بينا. كده الأرنب ما سمعش كلام مامته وراح بعيد شوية مع الثعلب. الثعلب خده بعيد شوية ولسه هيهجم عليه وياكله، الأرنب خد باله، جري جري بسرعة جدا ورجع البيت بتاعه وقال لها أنا آسف يا ماما، أنا عملت حاجة غلط، بعدت شوية عن البيت والثعلب فعلا مكار وبيضحك عليا. يبقى الثعلب مكار. يعني إيه مكار؟ بيعمل نفسه طيب لكنه مش طيب وبيهجم على الحيوانات الأصغر منه. ثاء ثعلب. الثعلب بيخاف من مين؟ بيخاف من الكلب. لو سمع صوت الكلب بيخاف منه ويبعد خالص. يعني لو قرب ناحية المزرعة عشان يأكل منها الأرنب أو الدجاجة وسمع صوت الكلب بيجري بسرعة وبيبعد خالص. ثاء ثعبان. ثاء ثعبان. الثعبان ده ما عندوش ايدين ولا عنده رجلين، امال بيمشي ازاي؟ بيزحف على بطنه. الجلد بتاع الثعبان ممكن ناخده ونصنع منه حذاء او حقيبه. الثعبان بيطلع من الفم بتاعه سم، يعني ما ينفعش اجي خالص جنب الثعبان ده خالص. ثاء ثعبان. طيب دي عندنا كلنا في البيت، دي ايه؟ ثلاجة. دي ايه؟ ثاء ثلاجة. طيب احنا ليه جايبين ثاء ثلاجة في البيت؟ عشان بنحفظ فيها الطعام، بنحط الطعام في الثلاجة عشان ما يبص، او نحط المية علشان تسقع. يبقى كلمة ثلاجة بتبدأ بحرف الثاء، ثاء ثلاجة. كان معنا ثاء ايه؟ ثاء ثور. ثاء ثور. الثور ده حيوان ضخم عنده قرون كبيرة جدا، وفي رياضة اسمها رياضة مصارعة الثيران. يبقى احنا دلوقتي خدنا ثاء ايه؟ ثاء ثعبان، ثاء ثعلب، ثاء ثلاجة، ثاء ثور. نشوف مع بعض في الكتاب بتاعنا يا بري سكول حرف الثاء. قلنا شكله ازاي؟ سنة صغيرة فوق السطر، فارد ايديه على السطر، طالع سنة صغيرة فوق السطر، وعنده ثلاث نقط، اسمه ثاء. صوته ث ث ث، واتأكد اني طلعت حتة صغيرة من لساني عشان انطقه بالشكل الصحيح. طيب هنبص في الكتاب معانا هلاقي ثاء ايه؟ ثاء
ثعبان وساء ثعلب متلونين اهو. قلنا الثعبان من الزواحف، الثعبان من الزواحف يعني بيزحف على بطنه، بيزحف على بطنه. طيب هنبص مع بعض، نقلب الصفحة اللي بعدها في الكتاب، هنلاقي حرف الساء معمول بالنقط. هقف بالقلم بتاعي على اول نقطة هنا، امشي بالراحة ما اطلعش بره النقط، وافرد ايديها على السطر واطلع سنة صغيرة واحط منساش ثلاث نقط. حرف الساء عنده ثلاث نقط. اطلع شوية هلاقي صورة الساء ثعبان، ساء ثعلب. الثعبان الونه جوه وما خرجش بره خالص اهو، ما عندوش ايدين ولا رجلين، بيزحف على بطنه. كمان الون الثعلب جوه وما خرجش بره الخط خالص، ما خرجش هنا في الحتة الابيض دي، الون الصورة من جوه عشان الكتاب بتاعي يفضل نظيف. باي باي يا بري سكول.